شلون؟ شلون؟ صب قهوة. وقت قهوة يا تشوى، الشيخ جاي ومو جاي يعالج. نصح ما متيت من فارقته، كفو. بس ناسي راحة بالي. يا شيخ يا كون ولي، وانت بعد شو قالي؟ وانت بالخيمة واحس كلش مكانك غالي، كلش مكانك غالي غالي. او شلون تموت عزمت الزلم بيك، وشلون تموت عزمت الزلم بيك، وشلون تموت عزمت الزلم بيك، وشلون تموت عزمت. تشوي شماته؟ لا تم شماته تركسون على الشيخ. لا الشيخ وراح ابوي شماته. لا يا شلال، لا يا شلال، لا شلال. شوف الحكيم شنو الشاي مشي، الشيخ راح يموت. شلال للمصليع جيب الحكيم وتعال، اذا تسمعنا جيب الشيخ جاي يعالج. ضروري. اوف افضل جاي يعالج، جاي يعالج. متعيني شلال. هاي شيء ليش نارا عطنا معاكم. ذا بدين كله شيخنا يا يابا، يا يابا ذا بدين كله. وشاطة يا شلال، انت يا يبلي ما يخابط. لا والله ملحق يا شيخ ملحق. اسمع يا شلال، هاي وصية كتبتها ايه مرتي الأولى والثانية. والنعم منك يا شيخ. الأولى لها الطابق الأرضي تمر. والثانية الفوق هي وعيالها. والنعم منك. وأنا يا شيخ. وهاي الوصية إلك، إلك يا شلال. والنعم منك شلال. 40 راس بعير وياهن البقع. والنعم. عبنك الترفيق دربي. أيوة. ولزوم الطيك من حلالي. يا شلال، وش علامة مشبهرة هذا علي؟ وش يبي هذا؟ وش يبي هذا علامة؟ وش تبي؟ أبي لقزز. وش تبي؟ لقزز. هذا من من هذا يا شلال؟ ابن جعجوع. ابن أختي. ابن جعجوع. هو جعجوع شلون؟ اسمع يا تجو، انتجيت انت الصحراء عالداخل، خذها كلها لك. الصحراء كل العالداخل والخارج. الخارج هاي الولد صايد. يحفظهم الراعي. وانا يا شيخ. يا اخي انت وش ورعانك انت؟ ايه. على مكثرة ثبرتني ثبر. فت قطعة قاع يا شلال. عطى طرقة. لا 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 شريك متعيني. اسمع يا شلال، والنعم انا ابي القبر مالته على نيشان. وركن اسوي لك اياه. سيراميك. وش يبي هذا؟ سيراميك. سيراميك. حط طرقه. لا 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 انا تجوال. وش هذا اللي تحكي يا اخوي؟ وش هذا؟ اسمع يا شلال، وياك يا شيخ. القبر اريده مريح، سوي لك يا طابقي. اريد توسع بي، اريد تفرح بي. إيه. انا والخير. إيه. حتى ما سعد راح اسوي لك بي. إيه. وين صار هذا الحكيم يا شلال؟ تشوف الحكيم يا شلال. الحكيم. الحكيم شنو سالفته؟ مصلح وين؟ ما جي توجيه. عالج عندنا، عالج ما ضل شيء. اجي قول مطلق الشيخ. السلام عليكم. يا وروح ابويا قلت لك بس تتقدم. اي شلال، شلال وين صار هذا الحكيم؟ ولا
شيخنا هذا الحكيم. يا شلال انت جايب لحكيم ولا جني تلبسني؟ وش هالحية هاي جايب لي؟ عض وطيح اسم عض عض وطلع اسم من حلقك. وش هذا يا شلال؟ شيخنا شو ما يبين بس العقال مرتاح. والله يا شيخ من اللي سمعت انك مريض اجيتك وريول مسابق الخيل. خيرك يا شيخ من شنو تشكي؟ شلال هاي يا شيخ هالهرجي منين جاي اسمه؟ هذا الحكي. وين الحكيم؟ صار ساعة وخ. هذا من؟ هو هذا الحكيم شو ما يبي؟ هاب اي شيء. هذا جايب لي جني تلبسني وانا اخوك. وش حي هذا وانا اخوك؟ حي عض طلع اسم عض. وش هذا وانا اخوك؟ وش ماكل يا شيخ البار؟ اربع صحون قريب هني ومري ميرن احب القريب والحلا وما هي ست الا روحي مشوري. يا شيخ على هالاكل هاب مفروض انت ميت من زمان. انا الميت ولا انت جاي تتحاسب عندي؟ وش هذا وانا اخوك؟ انت جايب لي منين ها؟ دواك عندي يا شيخ. شي هرجه نص نص فرحة شربنا كاملة. صحة وعافية ان شاء الله يا شيخ. نفس نفس مير انك حكيم مير ان حكيم ويك يا شلال. لك هذه سويت راحت لملاك سويت لها انت ارقدها يا شيخنا. هذا ما كان الا انتفاخ في البطن. والله مير انك حكيم ما ياس ما ياكل تمر يا شلال. هاي يا شيخ عطنا الوصايا وانا اخوك عطني لاصت مالي وصايا انت. انا وش عطيتك؟ 200 راس. هي والله مير انك سخله ما تاخذ مني. والنعم تردون تورثوني وانا حي؟ لا كلك كرم يا شيخ. والله مير انك حكي يا شلال. هاي يا شيخ قهوينا وانا اخو كلك كرم يا شيخ قهوينا. بس اعوذ بالله من الخبث والخبائث. تدمغات 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 مير انك حكيم. يا هم لالي يا هم لالي